وكان صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يحثه الله على الصبر والثبات ويأمره بالاقتصار على مجرد التبشير والإنذار وإثبات رسالته بالحجج البينات ويسليه بما يقصه عليه في القرآن من أحوال الرسل وصبرهم على الأديان ويخاطبه بمثل قوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ويخبره بأن العاقبة للمتقين وأن لا مضل لمن هداهم ولا هادي لمن أضلهم فاقتصر صلى الله عليه وسلم على تبليغ الرسالة وصبر متحملا لأذى سفهاء قريش ذوي الشرك والضلالة واستضاءت أخباره في البرايا فحكاها الملاح والحداد غير أن القلوب فيها عيون بعضها عن رشادها عمياء